عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنعمل النهارده وصفات خفيفه ظريفه لطيفه ان شاء الله تعجبكم. اول وصفه هنعملها مع بعض هي كسرله البطاطس باللحمه والخضار. الوصفه دي عشان نعملها عايزين كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، عايزين ربع كيلو لحمه مفرومه، واحد بصل، واحد كوب بسله وجزر، واحد كوب مشروم، واحد معلقه كبيره صلصه، ملح وفلفل، بهارات، رشه جوز الطيب، رشه زعتر، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره سمنه، معلقه كبيره زيت، وللوش عايزين جبنه موتزاريلا ومعلقه صغيره زبده وبشاميل كمان. بنقدر نستعمل للتعصيج اللحمه سمنه او زبده او زيت بس زي ما تحبوا. طيب هناخد دلوقتي معلقه سمنه نحطها كده ونبتدي نعصج اللحمه. عندنا هنا البطاطس بتاعتنا مسلوقه ومهروسه، وممكن نحط لها بس شويه ملح كده، حبيتوا تخففوها بشويه حليب برضو ممكن. نحط بقى دلوقتي البصل ونعصج اللحمه بتاعتنا. يعني البطاطس بتاعتنا ممكن نحط لها شويه حليب وشويه زبده كمان وشويه ملح وفلفل، وممكن ما نحطلهاش غير بس شويه ملح ونفردها في البايركس بتاعنا من تحت، فعندكم الاوبشنين يعني براحتكم. بس لو حطيتوا لها شويه حليب يا دوب يا دوب يا دوب، علشان مش عايزاها طريه قوي، انا عايزاها لما اجي تتقطع تطلع قطعه كده كويسه يعني، فعشان كده احنا مش حاطين حليب قوي يعني، فبس ممكن تكتفوا بملح وفلفل، حبيتوا تحطوا شويه زبده ممكن. نحط بقى اللحمه المفرومه، احنا طبعا البسله والجزر عندنا مسلوقين. لازم اللحمه تتحمر كويس قوي، وطبعا زي ما قلت لكم البسله عندنا مسلوقه فمش محتاجين نحطها من الاول، هنحمر بس اللحمه شويه وبعدين نحط بقيه المكونات مع بعض. تقدروا تغيروا في المكونات زي ما انتم عايزين، يعني بتعملوا تحت يعني بتخلوا ثابت البطاطس المهروسه والبشاميل والجبنه اللي فوق، اللي بقى هيتحط في النص ممكن تعملوا زي ما احنا عاملين دلوقتي اللي هي لحمه مفرومه وكده، ممكن تعملوها كمان بفراخ، ممكن تعملوها باللي انتوا عايزينه، يعني صوصات بيضه، صوص حمراء، زي ما انتوا عايزين. ابتدت اللحمه عندنا تتحمر. لازم نحمرها كويس قبل ما نضيف المكونات التانية. خلينا نجيب دلوقتي طاسة صغيرة كده أو كزرونة، ندوب بس الزبدة شوية، هدوب شوية زبدة صغيرين قوي وأحطهم بس كده مع البطاطس يدوا كده شوية طعم، ونفرد مع بعض البطاطس في البايركس بتاعنا بس شوية صغيرين كده يعني مش اكتر. ناخد بقى دلوقتي البسلة والجزر ونحطهم.
عندنا هنا الزبدة، هناخدها نحطها اهي ابتدت تسيح. يعني انا عايزاها تكون متماسكة، لو في والبطاطس انواع على فكرة يا جماعة، يعني في انواع بتبقى ماسكة قوي فممكن نحتاج نحط لها شوية حليب، في انواع بتبقى نوعا ما طرية فممكن نستغنى عن موضوع الحليب. هحط الزبدة هنحط شوية ملح ممكن نحط رشة فلفل كمان وهنقلب الكلام ده كله، بس عايزين بولة أكبر شوية عشان نعرف نقلب. خلاص كده تمام، نحط بقى دلوقتي المشروم. خلينا بقى دلوقتي نفرد البطاطس بتاعتنا في البايركس. نجيب البايركس بطاطس هنا كده في القاع، هنفرد بقى ونضغط في نفس الوقت على البطاطس كويس علشان لما نيجي نقطعها زي ما قلنا تطلع لنا زي حتة واحدة كده تمام. اهي حابين تحطوها ادخل من كده شوية زي ما تحبوا، بس احنا لان لسه هنحط الخلطة وهنحط فوقيها لسه بشاميل فانا شايفة ان السمك ده ممتاز. نحط بقى شوية ملح وشوية فلفل وهنحط بقى كل التوابل المذكورة اللي عندنا، بهارات، جوزة الطيب، شوية زعتر، بابريكا، وعندنا هنا الصلصة هنحطها. هحط شوية مية بقى على الكلام ده كله واسيب الخلطة بتاعتنا دي على النار تتسبك تقريبا يعني ربع ساعة وطالع. كل ما بنسيبها على النار كل ما النكهات بتطلع اكتر. نحط بقى شوية مية وزي ما قلنا تتسبك على النار تقريبا يعني اقل حاجة ربع ساعة 20 دقيقة، لو نص ساعة يبقى ممتاز على نار وسط. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بقالنا نص ساعة سايبين الخلطة بتاعتنا، او يعني هو احسن حاجة تسيبوها نص ساعة. دلوقتي هناخدها بقى ونحطها كل الصوص اللي عندنا والحاجات الجميلة دي هحطها على البطاطس. بس عايزة اقول لكم ان انا حالا حطيت رشة زعتر،
لان دايما انا بقول لكم الحاجه اللي عايزين نكهتها تبرز اكتر بنحطها في الاواخر خالص، حتى لو احنا مستعملينها من الاول بنحط رشه خفيفه كده في الاخر بيبقى الطعم باين اكتر. طيب هنقفل بقى احنا الكلام ده ونيجي هنا ناخد اللحمه بتاعتنا ونجيب زي كبشه كده ونحط الحاجات دي كلها اللذيذه بتاعتنا في البايركس بهذا الشكل. حسيتوا انها كتير، الباقي ده بتقدروا تحطوه مع رز تاكلوه جنب مكرونه اي حاجه، هو طعمه حلو ولذيذ يعني. خلاص كده كفايه وجميل جدا. هنجيب بقى دلوقتي البشاميل بتاعنا، نحط شويه صوص هنا هنجيب بقى دلوقتي البشاميل اللي عندنا وهنحطه على الوش. نوزعه بقى كده كويس ونجيب دلوقتي الجبنة ونحطها هي كمان على الوش، وبعدين نحط شوية زبدة كده علشان نلمع الوش بتاع الكسرولة بتاعتنا. تمام كده هناخد دلوقتي الزبدة زي ما اتفقنا، الزبدة اللي عندنا وهلبس جلوفز وهنحط بقى قطع كده من الزبدة على الوش. كده شايفين بس كده حتت صغننة بتعمل كده لمعة لذيذة للوش. وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية يعني على 220 مثلا لغاية ما كل حاجة عندنا مستوية زي ما انتم شايفين، بس لغاية ما الجبنة تسيح كده والمكونات تتجانس مع بعضها شوية وكده نبقى احنا جهزنا بالطبق بتاعنا. يلا بينا على الفرن. تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نبتدي نعمل مع بعض كيكة لذيذة جدا هنعملها بالشوكليت شيبس. الكيكة بتاعتنا علشان نعملها هي عيارها كبير شوية لانها بتتعمل في صينيتين، فعايزين 4 كوبايات دقيق، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 4 بيض فانيلا، 2 كوب سكر، 2 كوب حليب زائد 2 معلقة كبيرة خل. دول هنحطهم مع بعض. 200 جرام زبدة، 1.5 كوب شوكليت شيبس، وهنعمل فروستنج للكيكة عبارة عن 2 كوباية زبدة، 3 كوب سكر بودرة، 2 معلقة كبيرة كاكاو، 1 معلقة صغيرة قهوة، 1/4 كوب حليب وفانيلا، وللوش عايزين شوكليت شيبس برضو. خلينا بقى دلوقتي نبتدي نعمل الكيكة. عايزين البيض اللي عندنا، 4 بيضات هناخد. لا احنا الوصفة بتاعتنا فيها زبدة، لما بتكون الوصفة فيها زبدة بحب دايما نبتدي بالزبدة، لما بتكون الوصفة فيها زيت ببتدي بالبيض.
فاحنا عندنا هنا زبدة، فخلينا نحط الزبدة اول حاجة. عندنا هنا 200 جرام من الزبدة، نحطهم كده، وهنحط معاهم حالا السكر. هنحط البيض، والفانيلا، تمام. عندنا هنا الدقيق، وعندنا البيكنج باودر، وعندنا البيكنج صودا، بنحطهم مع بعض وهنحطهم كلهم في العجان. قبل ما نعمل صحيح اي حاجة، خلينا نحط الخل مع الحليب اللي عندنا. ليه بنحط الخل مع الحليب؟ لان هو ده كأنه يعني نوعا ما بديل للباتر ميلك. لما بتكون الوصفة فيها باتر ميلك وما عندناش باتر ميلك، بنقدر نعمل الحركة بتاعت الحليب والخل دي. تمام، هنحط بقى الدقيق اللي عندنا، تمام. هناخد بقى دلوقتي البديل بتاع الباتر ميلك اللي عندنا. هو احنا لما بنحط الخل مع الحليب شوية، لو يبان معانا شايفين شوية بيتخثر، شايفين ازاي يعني الحليب شوية اهي، بصوا شايفين ازاي بيتخثر، شايفين اهي كده. فاحنا عايزين بس هو ده اللي يتعمل علشان يبقى هو كأن يعني بديل للباتر ميلك. هناخد بقى الخليط ده ونبتدي نضيفه هنا على الخليط بتاعنا. تمام كده الخليط عندنا جاهز. الخليط كده دلوقتي عندنا جاهز. هناخد الشوكليت شيبس اللي عندنا ونحطه. وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه وعلى الصينية. دلوقتي ده بيتحط في صينيتين، اوكي، عشان كده العيار كبير زي ما انتم شايفين. الصينيتين دول احنا بنختار، يا اما بنعملهم عايزين الكيكه عاليه قوي فبنحطهم في صينيتين تقريبا مقاس 20 او 22، عايزين الكيكه شويه مش عاليه قوي بس اكبر بالعرض، يبقى بنستعمل الصينيه الاكبر اللي هي مقاس 26 او 28. احنا عملناها اللي هي المقاس الاكبر
علشان خاطر تروح معانا بالعرض بدل ما تبقى أعلى، بس في الآخر انتوا حرين. طبعا لو حطيتوها في الصينية الأصغر هتاخد معاكوا وقت أكتر في الفرن لأنها هتبقى أعمق، ولو حطيتوها في الصينية الأكبر هتاخد وقت أقل لأنها هتبقى أرق. تمام. طيب احنا دلوقتي عملناهم في صينيتين زي ما اتفقنا، اهم المقاس الاكبر اهي، الصينية بتشتش في الفرن. خلينا نروح نبص عليها. على العموم انا لما بتنزل شوية صوص على الطبق من الجناب بحب شكلها، بحسها بتبقى مشهية اكتر، فالظاهر ان ده اللي بيحصل مع الطبق اللي في الفرن. يا سلام، شوفوا شوفوا الاطراف لما بتوصل كده ليها الحشوة بيبقى الشكل كده جميل قوي. تمام تمام تمام. يلا هنسيبها بس شوية كمان صغننين ونطلعها. طيب ادي يا جماعة شكل الكيك بتاعنا. خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل معاكم الفروستنج، وهي تزيينها ما فيهاش تقريبا تزيين، بس هنحشيها ونحط شوية من فوق مع شوية تشوكلت شيبس. فخلينا نطلع ونرجع نكمل معاكم بقية وصفاتنا، بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا هنعمل الفروستنج اللي هنحطه على الكيكة بتاعتنا، واللي هو عبارة عن كوباية زبدة، ثلاث كوبايات من 3 لـ4 كوبايات سكر بودرة، واتنين معلقة كبيرة كاكاو، واحد معلقة صغيرة قهوة، ربع كوب حليب فانيليا، وللوش بقى هنحط تشوكلت شيبس. طيب هناخد دلوقتي الزبدة اللي عندنا، هنحطها كده هنا، والزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة، وهنبتدي نضيف السكر البودرة شوية شوية، ولازم السكر البودرة يكون منخول. نبتدي بقى نضيف السكر. بالتبادل مع الحليب، بس الحليب قبل ما نحطه هنعمل ايه؟ هندوب فيه الكاكاو، وهندوب معاه كمان القهوة سريعة الذوبان. شوية كده وشوية كده، شوية كده وشوية كده. كده جهزنا اهي، شايفين؟
هناخد بقى الفروستنج بتاعنا اللي عملناه ده، نتأكد بس ان كل، احنا بنتحكم في القوام اللي احنا عايزينه، يعني انا عايزاها اطرى من كده مثلا علشان هشكل بيها ورد، ولا بخلي القوام اللي يريحني، وانا بضغط بالكيس. عايزاه اطرى بزود شويه سوائل، عايزاه اتقل بقلل شويه من السوائل، او بزود شويه من السكر الناعم. الوصفه دي مش ممكن تبوظ معاكم ابدا ابدا ابدا، لانه زي ما قلنا عايزينها مرق، يعني بقت طريه منكم زياده عن اللزوم، حطوا لها شويه سكر بودره. جمدت منكم زياده عن اللزوم، حطوا لها شويه سائل. يلا هنحط شويه بقى في اول طبقه، يعني احنا هنحشيها وهنحط فوق كمان. هنفرد دول، مش لازم نعملهم وردات زي اللي على الاطراف، لان اللي على الاطراف هيبانوا، بس دول مش هيبانوا. ممكن نرش شوية شوكليت شيبس كمان في النص كده لو تحبوا. هنجيب الكيكة التانية نحطها فوق كده، ونحط لها هي كمان من فوق كريمة، هنحط لها كريمه ونفردها عادي، لاننا هنحط عليها تشوكليت شيبس، فمش مهم الشكل قوي. يعني كل ده هنغطيه دلوقتي بالشوكليت شيبس. ناخد بقى دلوقتي الشوكليت شيبس ونحطهم كده. بهذا الشكل هشوف انا بقى كده دلوقتي حاجة تكون حمراء واحطها عليه علشان نكسر شوية اللون. اعتقد عندي شوية كرانبيري في التلاجة، خليني اشوف. بس كده بشكل عشوائي يعني، بس هيدينا كده شكل لذيذ، لانه هيكسر اللون الغامق. خلاص انا بس هحط الكام واحدة دول كده، ونطلع دلوقتي لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا بقى الكيكه زي ما انتم شايفين بسيطه خالص، ما عملناش فيها حاجه كتير،
ودلوقتي هنعمل معاكم وصفتنا التالتة للنهاردة، وهي فطيرة بالجبنة والزبدة. هي شوية شكلا شبه الفوكاشيا بس طعما بتختلف شوية لأن المكونات مختلفة. يعني الفوكاشيا مثلا بتتعمل بالزيت، دي بتتعمل بزيت الزيتون، دي بتتعمل بالزبدة كده يعني. طيب علشان نعمل وصفتنا عايزين 5 كوبايات دقيق، 1/3 كوباية حليب بودرة، 1 كوب زبادي، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 1/2 كوباية زيت، ماء للعجن، وللوش عايزين 100 جرام زبدة، 1/4 كوباية زيت زيتون، 1/2 كوباية بقدونس، جبنة حلوم مكعبات، روزماري أعواد، طماطم تشاري، ورشة ملح خشن. أول حاجة هنعملها عايزين نحط الدقيق اللي عندنا هنا، وعايزين نحط المكونات الجافة اللي هي الخميرة، السكر، حليب البودرة، خلاص ده كل ده الجاف. خلينا نقلبه شوية. دلوقتي هنحط 1/4 كوباية زبادي، وهنحط 1/2 كوباية زيت، نص كوباية من الزيت، وهنقلب. مش هنحط مية على طول لان احنا حاطين زبادي، فالزبادي يعني نوعا ما يعتبر من السوائل يعني، فهيطري العجينة، فمش هنحدد كمية المية ولا هنبتدي نحط غير لما الدقيق يشرب الزبادي كله، ونشوف احنا محتاجين قد ايه فوق ده، يعني فوق كمية الزيت دي علشان يبقى عندنا عجينة كويسة. طيب شكلنا مش هنحتاج اكتر من ممكن 3/4 كوباية مثلا، بالكتير كوباية، بالكتير قوي. طيب هنقعد بقى هنعجن العجين بتاعنا لغاية ما تبقى عجينة. احنا اصلا بنعجنها بالبتاع الغلط، بنقدر دلوقتي نشيلها ونحط، احنا المفروض نعجنها بدي، فدلوقتي بنقدر نشيلها يعني. لازم دلوقتي بدل اللي ابتدت تبقى كده عجينة بالمية وبالكلام ده، لازم نستعمل دي يعني. حتى لو استعملنا دي في الاول ماشي، بس لازم في مرحلة العجن بقى نستعمل دي. يلا بينا. اهم حاجة يا جماعة في العجين ان احنا نعجنها فترة كفاية، وان احنا نريحها يعني، لازم نسيبها تخمر كويس قوي علشان خاطر تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. تمام خلاص. المهم دي عايزة تتعجن يعني، على الاقل اسيبها 6 دقايق تتعجن في العجان، على الاقل 6 دقايق. تمام. بعدين بعد كده هسيبها ترتاح تقريبا ساعة لغاية ما يتضاعف حجمها عندي وتبقى بالشكل ده. بس بقت بالشكل ده هنبتدي نشتغل فيها. هنعمل ايه؟ هناخد العجينة بتاعتنا، هناخد الصينية اللي هنعمل فيها الفطيرة بتاعتنا، نشيل دول من هنا، نحط شوية من زيت الزيتون تحت كده شوية، واحط جلافز. هناخد دلوقتي العجينة بتاعتنا وهنفردها في الصينية. بسم الله. هنفرد العجينة بقى، بس انا عايزة
يعني زيت الزيتون يبقى في كل الصينية بالشكل ده. وبعدين هنبتدي نفرد العجينة. تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشقشق فيها كده بايدينا، يعني هنغرز كده ايدينا في العجينه علشان نعمل زي خروم كده. انا بقول لكم هي فيها شبه كتير من الفوكاشيا، بس هي مش فوكاشيا. احنا عندنا هنا الزبده اللي اتفقنا عليها، هناخدها نحطها كده هنا. عايزاها شويه تدوب. هنعمل بقى كده زي ما اتفقنا، وهنجيب الجبنة اللي عندنا ونبتدي نوزعها على الوش. هنجيب التشيري توماتو برضو هنحطها. هنجيب الروزميري ونحطه. بالشكل ده. هناخد بقى الفطيرة بتاعتنا وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا يعني بحدود 20 دقيقة على ما بتستوي. هنحط لها كمان رشة كده خفيفة من الملح الخشن، وزي ما اتفقنا على الفرن لغاية ما تستوي. وهنا عندنا الجزء اللي استوى، او يعني النسخة اللي احنا عاملينها. هناخد دلوقتي بس فرشة هحط فيها شوية بقدونس مع الزبدة. يا جماعة كبير قوي البقدونس، زيادة عن اللزوم كبير. هناخد بقى الزبدة اول ما بتطلع من الفرن، هناخد الزبدة والبقدونس وندهن بيهم العجينة بتاعتنا. كل العجينة ندهنها بالزبدة وهي سخنة، هتشرب بقى الزبدة وهيبقى الطعم خطير. عملنا معاكم الكاسرولة بتاعت البطاطس البيوري مع اللحمة المفرومة، ووصفة لذيذة جدا. حطينا لها من فوق بشاميل والبشاميل عليه جبنة، وصفة لذيذة قوي، جربوها هتحبوها. وعملنا كمان معاكم كيكة الشوكليت شيبس، كيكة لذيذة وغنية غنية بالشوكليت شيبس، وكل ما جبتوا نوع الشوكليت شيبس حلو كل ما هتطلع معاكم الوصفة دي حلوة. عملنا معاكم كمان الفطيرة اللي عمالين بندهنها دلوقتي قدامكم بالزبدة وبالبقدونس، فطيرة لذيذة قوي زي ما قلنا، هي شبه الفوكاشيا بس هي مش فوكاشيا. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8:30 بالليل والساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.